الطريقة تم إعطاء إشارة انطلاق فعاليات الطبعة 12 للمهرجان الوطني للمسرح الجامعي الذي احتضنته مدينة جيجل من 24 إلى 2 ماي. الطبعة كانت تحت شعار ركح المسرح ذاكرة طالب لا ينسى. جيت ضيف شرف باه نشاركوا مع الإخوات على المسرح الجامعي، ونشكر كل سكان مدينة جيجل على هذه الضيافة، ونتمنى لكم إن شاء الله يكون ناجح هذا المهرجان 100%. لما عرضوني لهنا أنا سعيد، هذا زادني حب في مهنتي، وكان سيق بين الناس جيجل المسيرين بارك الله فيهم. يعني مبادرة جميلة، إن شاء الله ما تحبش. وشوفي هذا الشباب اللي راهم فرحانين واللي دخلوا مع يعني الفنانين، ما شاء الله. المهرجان عرف مشاركة 21 ولاية ممثلة ب 450 طالب وطالبة، بالإضافة إلى وجوه فنية معروفة. الطبعة 12 تكون في هذه المناسبتين، مناسبة 8 مايو 45 ومناسبة ذكرى 60 لاندلاع الانتفاضة الطلابية، راح تكون متميزة متميز هذه الذكرتين. المهرجان في طبعته 12 من شأنه أن يظهر جميع قدرات الطلبة والطالبات. وبهذا تكون جيجل على موعد مع أبي الفنون في أسبوع سيشهد منافسة كبيرة بين الولايات المشاركة لإبراز الطاقات الشبانية في الوسط الجامعي.